أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير. أشكر الأستاذ ياسر على تنظيم هذا المؤتمر. هي مؤسسة أخبار اليوم من المؤسسات اللي دايما عينها على الأحداث القومية الكبرى، ودايما شريك فاعل وداعي للمجتمع المصري، ومشتبك مع كل قضاياه وبتلعب دور تنويري في مجال الإعلام. بنحييها عليه. السادة الزملاء والسيدات الزميلات والسادة الزملاء الوزراء، السادة المحافظين والمستثمرين وكل الضيوف، بشكركم على وجودكم هنا النهاردة، وبأحييكم على وجودكم في شرم الشيخ واستمراركم في الاستثمار وفي الإيمان بشرم الشيخ وفي دعم شرم الشيخ. حقيقة يعني السياحة صناعة مهمة جدا 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 بالنسبة لكل المصريين، مش بس لأنها بتتيح فرص عمل كثيرة جدا ومتنوعة في مستواها وطبيعتها، وهي صناعة قاطرة لصناعات أخرى كثيرة، ولكنها من الصناعات اللي من خلالها بنقدر ننشر ثقافتنا وقيمنا وحضارتنا. اللي بيشتغلوا في فنادقنا الجميلة وفي منتجعاتنا دول الشباب جايين من هنا ومن سوهاج ومن الصعيد، وبالتالي من أماكن مش بالضرورة فيها فرص عمل كبيرة، بيجوا بيشتغلوا بفرص عمل متنوعة في مستويات المهارة، من أول خريج الجامعة اللي بيتحدث لغات للي مهاراته متوسطة للي مهاراته محدودة. هي صناعة كمان فيها استثمار في التدريب، وبترفع مستوى العاملين فيها بالتدريب والاستثمار فيها. فهي بالنسبة لنا كحكومة، وأنا بستأذن يعني السيد رئيس الجلسة إني خرجت شوية عن الإجابة، مش تهربا من الإجابة ولا حاجة، ولكن لأن دوري جه في الأول إني أتكلم عن فعلا هذه الحكومة حكومة مؤمنة جدا بدور القطاع السياحي وبدوره في التوظيف، بدوره في التشغيل، بدوره في الاقتصاد القومي ونصيبه فيه بيعكس ده، بدوره أيضا في نشر ثقافتنا وقيمنا وحضارتنا وانفتاحنا على العالم كله. هي ايضا بالنسبه لنا من القطاعات والصناعات اللي قاطره لصناعات اخرى، يعني السياحه بتشغل وراها وبتجر وراها صناعات اخرى كثيره جدا، من التشييد للبناء لحتى الزراعه والجناين والزهور، لصناعه الاغذيه، لصناعه المنسوجات، لكل القطاعات المرتبطه بتقديم الخدمه دي.